السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل غرزة ربيع جميلة جدا ومميزة، عبارة عن تكرار لسطرين ومش هتكلف خيط كتير. اول حاجة هنبتدي نعمل عدد سلاسل مضاعفات الرقم 8 زائد غرزة سلسلة في النهاية. انا هنا في العينة دي هعمل 17 غرزة سلسلة. بعد ما بوصل للارتفاع اللي انا عايزاه في السلاسل بسيب اول غرزة وبدخل في تاني غرزة بعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها برضو بعمل غرزة حشو، وفي كل غرزة من غرز السطر دوت هيبقى عبارة عن غرز حشو. خلصت السطر، وهنا على فكرة انا مستخدمة خيط هيمالايا ايفري داي وابرة مقاس 3.5. تقدروا تستخدموا الخيط اللي يناسبكم ويناسب الموسم اللي انتوا هتشتغلوا عشانه. هنا انا هبتدي ارتفع 4 سلاسل للسطر التاني وهلف الشغل، واول غرزة دي مش هتتحسب لان احنا ارتفعنا عليها الاربع سلاسل. الاربع سلاسل هعد 1 2 3، ورابع غرزة دي اللي هنشتغل فيها. هاخد لفة 1 2 3 4، هدخل اخد سحبة خيط وخلي الشغل مرتاح كده وامسكه بصباعي دوت، واخد لفة التانية على الابرة واخد سحبة خيط تانية من الغرزة، اللفة التالتة واخد سحبة خيط، رابع لفة سحبة خيط، وخامس لفة وسحبة الخيط. يبقى احنا هنا عملنا غرزة بف من 5 عواميد ما قفلناهمش. باخد سحبة خيط بطلعها من كل الغرز ما عدا الغرزة الاولى، وبعد كده باخد سحبة خيط اخيرة واقفل بيها الغرزة. بعد كده بعمل 4 غرز سلاسل، 1 2 3 4، هعد هنا 1 2 3 4، هدخل اعمل غرزة حشو، وكرر تاني الغرزة دي لحد نهاية السطر اللي هي عبارة عن ايه؟ 4 سلاسل، 1 2 3 4، لفة على الابرة 1 2 3 4، هدخل اعمل غرزة بف من 5 عواميد. ادي اول لفة امسكها بصباعي دوت وادخل تاني لفة، تالتة، رابعة، وخمسة. اخد لفة خيط واقوم مطلع بيها الغرز من على الابرة ما عدا غرزة واحدة، ولفة تانية واقوم مطلع الغرز كلها. وبعد كده 4 سلاسل، وفي اخر غرزة 1 2 3 4 بنعمل غرزة حشو. يبقى السطر دوت عبارة عن 4 سلاسل بف، 4 سلاسل حشو. كده احنا خلصنا السطر. السطر الجديد بنرتفع بغرزة سلسلة، والسطر التاني دوت لذيذ قوي. عبارة عن ايه؟ هنيجي في الفراغات دي هنعمل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5، وفوق غرزة البف وغرزة الحشو اللي احنا عاملينها بنعمل غرزة سلسلة. يبقى السطر دوت هنشتغله 5 حشو سلسلة، 5 حشو سلسلة، 1 2 3 4 5 سلسلة، وهكذا لنهاية السطر. وبننهي السطر هنا بغرزة حشو فوق الغرزة الأخيرة هنا. ودوت كده السطر التاني.
السطر الثالث يعتبر تكرار للسطر الأول بس بطريقة مميزة شوية. بنرتفع الأول 3 سلاسل، وبعدين هنيجي في أول غرزة هنعمل بف، برضو من 5 عواميد، وبعد كده هنقفلها. نبتدي نكمل السطر عادي زي ما كملنا في السطر الأول، اللي هم هيبقوا عبارة عن 4 سلاسل، 2 3 4، وهنيجي فوق غرزة البف في السلسلة اللي احنا عملناها هنعمل غرزة حشو، وبعد كده 4 سلاسل، وهنيجي فوق غرزة الحشو هنعمل غرزة البف المكونة من 5 عواميد، 1 2 3 4 5. هنقفلهم مع بعض بلفة أو سحبة خيط، وبعد كده نسحب ونكمل السطر بنفس الطريقة. 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل غرزة بف، دي الحشو، وآخر 4 سلاسل. هنيجي هنا بقى في غرزة الحشو الأولى اللي احنا كنا عاملينها هنعمل فيها غرزة البف الأخيرة. وهنيجي برضو في الغرزة دي عشان نقفلها كويس هنعمل فيها غرزة عمود بلف. يبقى الفرق اللي احنا عملناه في السطر دوت ان احنا بس بنبتدي البداية بغرزة البف، وبعد كده عادي 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل بف، 4 سلاسل حشو، وهكذا. السطر التاني المكرر يعتبر هنعمله زي السطر التاني بالظبط زي ما احنا اشتغلناه، غرزة سلسلة، وبنيجي في الفراغ بنعمل 5 حشو، 1 2 3 4 5 فوق غرزة الحشو سلسلة، نرجع تاني 5 حشو، يعني دوت تكرار للسطر تاني بالظبط، 2 3 4 5 سلسلة. يبقى السطر دوت هنكمله 5 حشو سلسلة، 5 حشو سلسلة. لما بنيجي في نهاية السطر هنا بنيجي فوق 3 غرز السلاسل اللي احنا اشتغلناهم بنعمل غرزة حشو فوق الغرزة رقم 3 من السلاسل. بصوا بقى الغرزة جميلة وابتدت تظهر ازاي، وكل ما هنزود في السطور كل ما هتبان اكتر. السطر دوت بقى هيبقى تكرار للسطر الاول تاني اللي هو عبارة عن 4 سلاسل، وهنيجي في الفراغ الاول هنا هنعمل فيه غرزة بف. ونكمل السطر بنفس الطريقة، 4 سلاسل حشو، 4 سلاسل بف، 4 سلاسل حشو، وهكذا. ده كده شكل الغرزة بعد ما عملنا مجموعة من السطور، زي ما انتوا شايفين شكلها شيك جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.